إذا أنواع الباور لوسز أو الباور اللي موجودة بدخل عندي أول شيء إنبوت إلكتريكال باور. راح أمثلها بهذا الشكل هون. هذه عندي هون بي إن، وأنا عارف إنه بي إن هي كلها إلكتريكال. أول شيء إيش تتوقع راح يضيع عندي؟ إيش الطاقة اللي أول شيء راح تضيع عندي؟ I square. I square R في ستيتر. إذا أول أحد الأشياء اللي راح تضيع عندي هي باور ستيتر كوبر لوس اللي هي 3 اي سكوير ار في ار 1. بعدين ايش اللوسز اللي راح تضيع عندي بعدين؟ هيستريسيس. هيستريسيس تمام. اذا هون في عندي الكور لوسز وراح اسميها بي كور، وانا عارف انها بتشمل هيستريسيس وايدي كارت. هلا عندي النقطة هاي وايش جاهز انا اعمل؟ جاهز الطاقة من وين تتحول؟ من الستيتر للروتر تنتقل. هذه بنسميها الاير جاب باور. إذا عند النقطة هاي اللي بضل، هذا الجزء اللي بضل راح أسميها باور اير جاب. في باور عم تنتقل، طب بأي شكل عم تنتقل الباور من الستيتر للروتر؟ ما في أسلاك بينهم. على شكل ايش؟ ماجنتيك تمام، ماجنتيك باور عمالة تنتقل من الستيتر للروتر. هلا لما دخلت هون الاير جاب باور هاي راح تنقسم لجزئين. ايش تتوقعوا الجزئين هلا؟ بعد ما دخلت على الروتر هلا وين هتروح الباور في الروتر؟ اول ايش حتى يمشي كارنت في الروتر ايش لازم يكون عندي لوسز؟ كور لوسز الكوبر لوسز. اذا هاي راح تكون بي روتر كوبر لوسز حتى يمشي اسلاك. نسبتها ليش تتوقعوا من البي اي جي هاي؟ قديش؟ 0.5 اللي هي ايش؟ اللي هي ايش الرقم هذا اللي بنضرب فيه؟ ايه؟ نص. لا مش نص. 0.04 سليب تمام احسنت. اذا هذه عباره عن نسبه اس. واللي ضل هون 1 ماينس اس. ايش بنسمي هذا اللي ضل؟ بنسميه قبل شوي. كونفرتد. بي كونفرتد. اذا عندي نقطه هاي رح يضل عندي هون. وهذا نسبته 1 ماينس اس وهذا نسبته اس. 1 ناقص اس زائد اس شو بعطيني؟ 1. اذا هاي 100%. من ال 100% اس نسبة اس راحت كوبر بروسس، ونسبة 1 ماينس اس اللي ضلت باور كونفرتد. هاي شو صارت هلا هون؟ تحولنا من اي عالم لاي عالم؟ تحولنا ميكانيكال. هون صرنا ميكانيكال وهون كنا الكتريكال. حتى الف هذا المحرك ايش بدي؟ حتى لو فيش لود خارجي حتى يلف، مش مو في عندي تورك حتى بس يلفه، مش في هو فريكشن نفسه. اذا في عندي هون شيء اسمه فريكشن اند ويندج. ويندج يعني يمكن مقاومه الهواء والاشياء الثانيه هون. اذا هذه بنسميها باور فريكشن اند ويندج. هاي ميكانيكال طبعا البيرنج وفريكشن وهذا. وفي عندي لوسز بنسميها ستري لوسز. اذا في لوسز ثانيه كمان اضافيه دي ستري، هذه راح يضل فيها هي الميكانيكال تورك الافيلبل ات شافت. هذا التورك اللي ضل عندي هلا اللي... هون ممكن يكون كمان عندي فيسكس فريكشن. اذا بتطلع على الموديل اللي في السيمولينج احد الاشياء الموجوده فيه في فيسكس فريكشن تمام. اللي راح ضل معي هون ايش هذا الباور اللي هون؟ هي الميكانيكال باور افيلبل ات شافت. خلص هاي هي اللي ضلت عندي اللي ممكن استعملها اعمل فيها شيء مفيد، واللي هي ميكانيكال اللي ضلت. واضح؟ إذا هي عندي مراحل، عندي 6 مراحل، 1 2 3 4 5. عندي هون السادس اللي موجود هون عندي باور كونفرتد الكتريكال ميكانيكال 1 ماينس اس. إذا هون بتلاحظ من هاي باور كونفرتد بتساوي 1 ماينس اس في باور اير جاب، باور روتر كوبر لوسز بتساوي اس في باور اير جاب. ماشي واضح من هاي؟ في أسئلة عليها؟